بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. ما زلنا مع حلول تمارين الكتاب المدرسي الأعداد والحساب، دائما مجموعة آل ومجموعاتها الجزئية. كنت مديت لكم فيديو درناه فيه كيفية طريقة الانتقال من الكتابة العشرية إلى الكتابة الكسرية، واليوم بإذن الله في هذا الفيديو الخامس راح نحل التمرين رقم 19 في الكتاب المدرسي ثاني، يدور حول الموضوع تاعو، حول الانتقال من الكتابة العشرية إلى الكتابة الكسرية. كما قلت لكم دائما تجتهد وحط مسودة وقلم، دير بوز كي نقرأ التمرين، دير بوز وجاوب معايا، نجاوبوا على العدد A ومن بعد B وهكذا. قال لك اكتب كلا من العددين الناطقين الآتيين على شكل كسر، راهم عاطينهم لنا على شكل يعني عدد عشري، كتابة عشرية ننتقلوا إلى الكتابة الكسرية. نبدأ بالعدد A. لاحظوا راهم دايرين خط على يعني A يساوي 0.027، دايرين خط على 0.27. واش معناتها؟ معناتها A يساوي ماذا؟ يساوي 0.027 0.027 27 وهكذا، يعني 0.27 0.27 تتكرر، يعني 0.27 هو الذي يتكرر. كما درنا الخطوات اللي درناها في الفيديو تاع الدرس، الان واش تساوي؟ شحال من عدد اللي يتكرر؟ 3. ان تساوي 3. ثانيا واش ندير؟ نكتب 10 أس 3 فالأ، 10 أس 3 فالأ، يعني 10 أس 3 يعني 1000 نضربها في هذا، واش تتحول؟ تتحول هذا الفاصلة إلى اللهنة، تتحول اللهنة. إذا واش تولي لي؟ تولي لي 27.027 مرة أخرى، يزيد يتكرر، صح. ثالثا نكتب على طريقتين. الطريقة الأولى قلنا باللي نكتب 1000 A ناقص الأ، اللي ما وش فهم وش راني ندير يروح يشوف الدرس، يعني الفيديو اللي فيه تاع الانتقال من الكتابة العشرية إلى الكتابة الكسرية، يساوي ماذا؟ 1000 A، هذا وين هو؟ هذا هو هذا، صح، ما عليناش. إذن 1000 A هو 27.027 هكذا، ونقص منه، نقص منه الأ هو هذا، ها هو، نقص منه هذا هو العدد أ، إذا نقص منه 0.027 راح توجد 27. إذا واش وجدنا؟ 27. الطريقة الثانية واش معناتها؟ 1000 أ ونقص منها أ واحد، واش تعطينا؟ تعطينا 999 أ. معناتها إذا كانت هذا الألف A أعطتني 27، وهذا الألف A ناقص A ثانية أعطتني 999 A، يعني 999 A تساوي ماذا؟ تساوي 27، صح. إذن رابعا من الطريقة الأولى والثانية نستنتج، أن أي 999 A تساوي 27، ومنه A يساوي 27/999 كسر غير قابل للاختزال، لا كسر قابل للاختزال. إذا نشوف إذا كان قابل للاختزال ولا لا. عندنا 27 وندير هذه اللي هنا، يعني وحدة فوق وحدة، هذه اللي هنا، هذه لاتوش نعبز عليها وندير 999 وندير تساوي، واش عطاتني؟ 1/37، 1/37، وكي إذن تساوي 1/37، معناتها A يساوي 1/37. كاين دي كالكيلاتريس فيهم واحد لاتوش A ومن بعد فيها B على C هكا، تصيبها، يعني دير 27 تعبز على هذه لاتوش وتكتب 999 تعطيك 1/37، يعني كل كالكيلاتريس كيفاش دايرة، صح. هذا بالنسبة للعدد الأول. الإشكال راهو في العدد الثاني.
صح. شو العدد الثاني تبه مريحك بصراحة. شوف هنا عندنا بي تساوي 34.1456، يعني الخط راه مديرينه فوق 4 5 6. خط دايرينه فوق 4 5 6، واش معناتها؟ معناتها بي تساوي 34.1 ومن بعد 4 5 6 4 5 6، وهكذا. يعني هذا هو اللي راه يتكرر، لكن هنا راه عندي واحد المشكل. هذا الواحد اللي راه ورا الفاصلة كيفاش نخدم بيه؟ يلزم نحيه، يلزم الفاصلة نجيبها لهنا باش تولي لي غير هذا العدد اللي يتكرر. برك انتبهوا كيفاش نحيه. يعني نقدروا نضربوا بي في 10 باش الفاصلة تحول لهنا، نضرب في 10. إذن 10 بي واش تساوي؟ تساوي 341.4 5 6 4 5 6، وهكذا. صح، يعني العدد اللي يتكرر هو هذا. الحقت يعني ضربت بي في 10 باش ولا عندي غير هذا هو اللي يتكرر. يعني إذا هذاك الواحد كان في بلاصة ما تساعدنيش، ما عليناش. إذن نبدأ بالخطوة الأولى وهي الآن. الآن عندي 3 تساوي 3. الخطوة الثانية وهي 10 أس 3 أ، يعني 1000 في أ. صح، الأ هو هذا. درك الأ ولا عندي هذا. صح، خطاك الشي هذا ما تشوفش ليه، اللي راهو الفوق هذا ما تشوفش ليه، شوف الدوزيام. صح، الثاني يعني هذا نضربه في 1000، يعني فاصلة تحول لهنا. إذن واش تولي لي؟ 341.456.456، وقاعدة تكرر، ما عليناش. ثالثا الطريقة الأولى، يعني أو الكتابة الأولى، هي عندي 1000 أ ناقص أ، يعني 1000 أ هي هذا ناقص أ هو هذا. صح، معناتها واش تساوي؟ تساوي 341.456.456 ناقص 341.456.456، ما عليناش. دير معايا في الحاسبة، ندير بوز نحسب، وانت ثاني دير بوز وحسب. إذن باش ما نوضروش الوقت، أنا حسبت صبت، لاحظ صبت 341.114.999، يعني وراء الفاصلة عندي 9. قلت كي يكون عندي عدد، كي نحب ندور العدد إلى الوحدة، هذيك الربعة راه كي تكون وراها 5 6 7 8 حتى 9، نقلبها واحد. إذا نتولي هذيك الربعة نرجعها 5. إذا واش تولي عندي هنا؟ تولي 341.115، يعني هذه كانت 4 رجعتها 5، يعني دورت العدد إلى الوحدة. الطريقة الثانية أو الكتابة الثانية وشن هي؟ عندنا هذه 1000 أ ناقص أ، وش معناتها؟ معناتها تساوي 999 أ، تساوي 999 أ. إذن رابعا من الأولى والثانية واش نستنتج؟ نستنتج ماذا؟ أن يعني هذه تساوي هذه، كما درنا ما تقبلت، يعني 999 أ تساوي 341.115، معنتها أ تساوي 341.115 تقسيم 999. طريبي ما عليش، واش معنى؟ يعني احنا قلنا باللي 10 بي، شوف الله، تساوي هذا العدد. صح، العدد هذا هو أ، ما عليناش. إذن هذا العدد اللي راكم تشوفوا فيه هو 10 بي، هذا هو 10 بي. إذن 10 بي واش يساوي؟ يساوي 341.115 على
999 معنتها ب واش تساوي؟ تساوي هذا كنا العشرة راهي ورا البي راهي مضروبة فيها، يعني كي نكتبوا هذا العشرة نجيبوها هنا نديروها هذا الكسر على هذا يولي هذا الكسر مضروب في مقلوب الكسر هذا، يعني يولي مضروب في واحد على عشرة، يولي مضروب في واحد على عشرة. إذا واش نديرو هنا؟ لاحظوا نكتبوا أي بي تساوي 341115 على 999 في عشرة في عشرة. طيب لو نجو نديرو يعني كما قلت لك دير دي هذيك الطريقة أو تختزل، يعني دير مثلا طريقة تاع سنة رابعة متوسط البي جي سي دي تاع 341115 اللي هي طريقة طويلة 9990 يساوي 3، معناتها ب واش يساوي؟ يساوي 341115 تقسيم 3 على 9990 تقسيم 3. واش راح نوجدو؟ بي جي سي دي راهو غلط ماشي 3، عدد اخر. درك تشوف ني غلط فيه، انا كي نغلط نقول غلط صح ما نلعبهاش ما راك نعرف كلش. يعني 340115 معليش، ومن بعد نديرو هذه 9995 بالفصيلة صح، هاي عطتها لي يعني 222741 على 666. إذن هنا الله أعلم بي جي سي دي يساوي 15 وليس 3، يساوي 15 يعني ندير الحاسبة يعني تفادى لي كامل هذا، أستعمل الحاسبة كما قلت لك. إذن واش تساوي؟ بي صبناها كي نختزل يعني الكسر غير قابل للاختزال، 41 على 666. إذن هذا هو الكسر الغير قابل للاختزال. أعزائي الطلبة إن شاء الله تكونوا استفدتم من حل هذا التمرين، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في تمرين آخر أترككم أو في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.